السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم مثلا رابعة عاملين ايه؟ معاكم عبد المنعم، ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن محاضرة سهلة جدا اسمها اوبستاتريك شوك. موضوع سهل جدا ومهم جدا بصراحة وقصير جدا، والكلام اللي هتاخدوه في المحاضرة دي او في الموضوع ده هو كلام مكرر هتقابلكم ان شاء الله في البطنة، لما تاخدوا الموضوع ده في البطنة في الجراحة، مش عارف عندكم في الاطفال ولا لا. المهم ان هو نفس الموضوع وبيتكرر في نفس المواد مع اختلاف شوية نقط بسيطة بس تبع الاسباب، بس هي نفس الانواع، نفس الاعراض، نفس المشاكل، نفس العلاج، هي كلها حاجه نفس الفكره. موضوع مهم جدا وزي ما قلت لك كده موضوع قصير جدا فمش هاخد وقت ان شاء الله. اول حاجه احنا محتاجين نفهمها يعني ايه شوك. ببساطه شديده جدا قدامك ده جسم واحد سليم جدا مفيش اي مشاكل، اللي قدامك ده منظر واحد عنده شوك، يعني ايه برضه؟ يعني البلد بيرفيوجن بتاعه ضايع، الراجل ده الاورجان بتاعته مش واصل لها دم بسبب اي مشكله تخطر على بالك. تمام، بس طبعا احنا بنتكلم على حاجه اسمها اوبستاتريك شوك، فطبيعي ان احنا بنتكلم على حاجه ليها علاقه بالفيميل اللي بتكون ايه؟ بتكون بريجننت. بس كده يا سيدي، تعريف الشوك هو ان ادكويت تيشو بيرفيوجن، الاورجن او التيشو اللي موجوده هنا دي مش وصل لها اي دم خالص. هنتكلم بقى في المحاضره دي عن الانواع بتاعه الشوك، المشاكل او الكومبليكيشن بتاعه الشوك، الكلينيكال بيكشر والاعراض بتاعه الشوك، انفستيجيشن وشويه تريتمنت كده عشان ايه؟ نظبط الدنيا. زي ما قلت لك كلام سهل جدا جدا جدا. نبدا بالسلايد الاولانيه معانا وهي بتتكلم على التايبس او الانواع بتاعه الشوك. السلايد دي اهم سلايد في المحاضره كلها، ولو فهمتها كويس جدا خلاص المحاضره كلها خلصت. اول نوع معانا حاجه اسمها اوليجيميك شوك او هايبو فوليميك شوك، من الاخر كده الفوليوم بتاع الدم بتاعنا ناقص، في مشكله اوليجو يعني قليل. تمام، بمعنى تاني مثلا انت عندك الطبيعي في جسمك 5 لتر دم، لا انت هنا في العين اللي عنده اوليجيميك شوك دي حصل مشكله فبقى مثلا ماشي في الجسم 3 لتر دم. ايه المشكله اللي حصلت؟ ان حصل بليدنج نزيف، الراجل ده عمال ينزف، حصل انجري تروما خبط ولا حاجه، فالبلاد فيزل فرقعت، البلاد فيزل عماله تنزف فالدم بتاعه قل. الموضوع ده بيدخلك في شوك نوعها اوليجيميك شوك، ده النوع الاولاني. النوع الثاني حاجه ليها علاقه بالهارت، بتقول عليها حاجه اسمها كارديوجينيك شوك. يعني ايه برضو؟ يعني القلب ده غلبان مش قادر يضخ دم كفايه، بدل ما كان القلب الطبيعي بيضخ 5 لتر في الدقيقه، هو القلب مش عارف يعمل الموضوع ده، بيضخ مثلا ضعيف، فاقول مثلا بيضخ 3 لتر، ففي 2 لتر ضايعين، ال 2 لتر دول القلب مش عارف يضخهم، فال 2 لتر دول هيعملوا مشاكل، بيعملوا لها حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها شوك. سببها ايه؟ سببها مشكله في القلب، بنقول عليها حاجه اسمها كارديوجينيك شوك. النوع الثالث هي حاجه اسمها سيبتيك شوك. خمن كده من اسمها، ايه سببها؟ اسمها سببها سيبسيس او بكتيريا او انفكشن، ففي عندك شويه بكتيريا جميله اهي تخش الجسم. تمام، البكتيريا دي بيتفاعل مع الاميون سيستم ويبدا يطلع في شويه اميون ميديتور او سيتوكاين، مش مهم ايه هي السيتوكاين دي، بس من ضمنها سيتوكاين بتعمل حاجه اسمها فازو دايليتيشن. فازو دايليتيشن يعني البلاد فيزل اللي موجوده هنا دي تبدا توسع. عارف ايه اللي بيحصل لما البلاد فيزل بتبدا توسع؟ الضغط بيوطى، الدم اللي ماشي هنا ده رايح للاورجان المعينه، مثلا نفترض ان ده دي الكليه. تمام، ثبت معايا على الاقل، دي الكليه، الكليه دي رايح لها دم. تمام، لما انت تعمل فازو دايليتيشن الضغط اللي ماشي بيه الدم ده هيقع، فبالتالي الدم اللي هيوصل للكلى دي هيقل، ما هو الضغط قل. تمام، فالبرفيوجن في الاخر هيقل، فده كل ده بنقول عليه حاجه اسمها سيبتيك شوك. نفس الميكانيزم بالظبط تقريبا بنقول عليها حاجه اسمها نيوروجينيك شوك. يعني ايه نيوروجينيك شوك من اسمها؟ نيوروجينيك دي حاجه خاصه بالبرين والسباينال كورد، حصل انجري في البرين او في السباينال كورد، مينلي حصل في الاجزاء المسؤوله عن السمباثيتك سيستم. تمام، فلما يحصل مشكله في السمباثيتك سيستم السمباثيتك هيقل، ومين اللي هيشتغل مكانه اكتر؟ البارا سمباثيتك، البارا ده بتاع الراحه، بتاع التوسيع، بتاع الارتخاء، فبتلاقي بيحصل عندك فازو دايليتيشن، سيفير فازو دايليتيشن، البلاد فيزل اللي عندك بتبدا توسع، الضغط بيبدا يوطى. الموضوع ده بنقول عليه حاجه اسمها نيوروجينيك شوك، مين اللي بسبب مشكله في السمباثيتك او بارا سمباثيتك اوفر تون، او البارا سمباثيتك شغال زياده. تمام، يبقى انت عندك اربع انواع مكتوبين عندك في الكتاب، اول نوع اوليجيميك شوك، ثاني نوع كارديوجينيك شوك، ثالث نوع سيبتيك شوك، رابع نوع نيروجينيك شوك. خلي بالك السيبتيك شوك والنيروجينيك شوك احنا اتكلمنا فيهم على نفس الفكره بالظبط، ان حصل فيهم فازو دايليتيشن، عشان كده هتلاقي في كتب كتير جدا بتقول لك ان ده نوع اولاني ده نوع تاني، والاثنين دول نوع تالت. النوع التالت ده بيقولوا عليه حاجه اسمها ديستريبيوتيف شوك، مش مكتوب عندك في الكتاب بس موجود في كتب كتير، وده اللي الاشهر على فكره، مش انا عندك في الكتاب. يعني السلايد التانية معانا وهي بتتكلم على الكوزز أو الأسباب بتاعت كل نوع من الشوك. اتفقنا إن إحنا عندنا أربع أنواع من الشوك، بوليجيميك شوك، كارديوجينيك شوك، نيوروجينيك، وسيبتيك شوك. تمام، ايه سبب كل واحده بقى؟ انا اديتك فكره عنهم كده، وعلى فكره هي الاسباب دي هي اللي موجوده دلوقتي. يعني مثلا بيكلمك عن الاوليجيميك شوك، بيقول لك انت ممكن يكون عندك لوس اوف بلود، يعني لوس اوف بلود يعني نزيف، اكتب كده جنبها نزيف، نزيف يعني لو بره النساء والولاده هيكون مثلا شخص عمل حادثه والبلود فيزل بتاعته اتخرمت
وبدا يحصل نزيف. ده كده اللوس اوف بلاد، ممكن يكون لوس اوف فلويد لو بره النساء والولاده، تتكلم على اي نقص او اي نقص الفلويد ما عدا المركبات بتاعه البلد اللي هو الار بي سيز والهيموجلوبين والكلام ده كله. اي نوع من الفلويد تاني زي مثلا العرق كتير، الشخص اللي بيعرق كتير، الشخص اللي بيحصل له دايريه، سيفير دايريه، الشخص اللي بيحصل له سيفير فوميتنج، كل الكلام ده بيدخلك في لوس اوف فلويد. لوس اوف بلازما او اللوس اوف بلازما بروتين، البلازما بروتين اتفقنا او احنا ما اتفقناش لسه، هي اجزاء او بروتينات موجوده جزء من الانترفاسكولار او جزء من الكومبوننت بتاعت الايه الموجوده في الدم هنا، ليها وظيفتها. تمام، ممكن يحصل لص فيها في حالات الحروق الشديده، ممكن نفقد البلازما بروتين دي فبالتالي بدخلك في شوك. هنتكلم عنها كمان شويه. تاني عشان ما تتوهش مني، لص بلاد ممكن الست الحامل دي تنزف بسبب حاجه من اتنين، يا اما حاجه اسمها انتي بارتم هيموريدج او بوست بارتم هيموريدج. الفرق ما بينهم ده نزيف اثناء الحمل، ده نزيف ما بعد الحمل، كل واحد ليه اسبابه. زي مثلا حاجه اسمها بلاسينتا بريفيا، بلاسينتا الابربشن، الفازا بريفيا، الثلاث اسباب دول اشهر ثلاث اسباب بيدخلوك في حاجه اسمها انتي بارتم هيموريدج. تعالى كده نفتكرهم بسرعه. في البلاسينتا بريفيا بتكون عندك البلاسينتا، لو ده كده اليوترس بتكون البلاسينتا موجوده تحت، تمام، بتبقى قريبه، ولسبب ما ممكن يحصل بعد كده ايه بليدنج بسبب الموضوع ده. البلاسينتا الابربشن بيكون حاجه اسمها بريماتور سيباريشن للبلاسينتا، البلاسينتا بدل ما هي ماسكه في اليوترس كده لا، هي بيحصل لها سيباريشن، بتبدا تنفصل وبيبدا ايه الدم يبدا يتسلسل كده ويبدا ينزل معاك. فازا بريفيا موضوع تاني، بتكون في بيكون في ادي اليوترس، بيكون في الامباريكال كورد، ودي راس العيل، راس العيل تحت الامباريكال كورد. الموضوع ده بيعمل مشاكل بعد كده، بيدخل بعد كده في ايه في بليدنج. دي كده يعني تذكير سريع بالمواضيع، ده دي محاضره كامله ودي برضو محاضره كامله. البوست بارتم هيموريدج، بوست بارتم هيموريدج الطبيعي بعد ما الست بتولد والحمل بيخلص خلاص ما يحصلش اي مشاكل، لا انت هجيب لك ان احنا احيانا ممكن الست دي تخش في حاجه اسمها بوست بارتم هيموريدج او نزيف ما بعد الولاده. ايه اسبابه؟ اشهر سبب ليه حاجه اسمها يوتراين اتوني. خلي بالك برضو في البوست بارتم هيموريدج دي محاضره كامله، فانا بس بديك فكره عشان ما تبقاش بتحفظه خالص، وتقريبا انا هشرحها لكم ان شاء الله يعني ما حصلش اي حاجه. اليوتراين اتوني هو اشهر سبب للبوست بارتم هيموريدج، بيكون عندك الطفل نزل بس بسبب ما المفروض ان عندك بعد ما الطفل نزل، ادي الطفل اهو نزل تمام، يبقى تكون البلاسينتا، البلاسينتا دي المفروض تنزل بعديه، لا البلاسينتا دي مش بتنزل بسبب ان بيحصل حاجه اسمها اتوني، اليوترس ده مش عارف يعمل كونتراكشن، مش عارف ينزل البلاسينتا، فبالتالي البلاسينتا دي بتبدا تنزل دم، بتعمل لها حاجه اسمها بوست بارتم هيموريدج، او ممكن تخش لك في حاجه اسمها ريتيند بلاسينتا، شبه اللي بتحصل باليوترين اتوني، بس بيكون بتتقسم المواضيع كده، بتكون البلاسينتا غارزه جوه، غارزه جوه اليوترس، يعني مش بسبب ان اليوترس الكونتراكشن بتاعه ضيع، لا ده البلاسينتا نفسها مغروزه جوه اليوترس، بص بص محفوره كده جوه اليوترس، فبالتالي مش بتنزل بسهوله، فبيدخلك في حاجه اسمها ريتيند بلاسينتا، او ممكن يكون بسبب الكونتراكشن الكبير ده، احيانا بيكون الكونتراكشن عنيف جدا في اليوترس، فاليوترس بينقبض جامد، فممكن سبب ما يربشر فبيحصل لك نزيف. كل الكلام ده بيدخلك في حاجه اسمها بوست بارتم هيموريدج. معلش انا طولت فيها، بس انا ما بحبش تحفظ الكلام كده خلاص، زي ما قلت لك دي مواضيع كامله تشرح بعد كده بعدين. لوس اوف فلويد اشهر سبب زي ما قلت لك كده، الفلو ده ممكن يكون عرق، ممكن يكون اثناء الدايريه، اثناء الفوميتنج. فاحنا هنا بنتكلم، مديك المثال عندك الكتاب يعني، بيقول لك حاجه اسمها هايبر ايميسيس جرافيدورم، ده موضوع بتكون فيه ببساطه جدا جدا ست حامل بترجع كتير، ده ملخص الجمله دي. ده الموضوع الجاي ان شاء الله اللي هناخده بعد الشغل، برضه انا اللي هعمله معاكم ان شاء الله. السبب الثالث لوس اوف بلازما بروتين، افتكر ان اشهر سبب بيعمل لوس في بلازما بروتين دي هي الحروق. ازاي الحروق بتعمل لوس اوف بلازما بروتين؟ بص هي فكرتها كلها ببساطه شديده جدا، ان انت اثناء الحرق الطبقه بتاعت الجلد بيحصل فيها دامج، فبيكون الطبقه بتاعت الجلد دي عباره عن بارير ما بين البلاد فيزل والخلايا بتاعت السكن، تمام؟ ادي الخلايا بتاعت السكن، تمام؟ في بارير كده في النص، البارير ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له دامج. المفروض ان البلازما بروتين موجوده في الايه؟ موجوده في البلاد فيزل، مش بتتحرك من مكانها، بس انت دلوقتي بتقول لك ان حصل حرق، الحرق عمل دامج للبارير ده، فبالتالي البلازما بروتين دي بيحصل لها ليكج وبتبدا ترسب وتطلع على ايه؟ على سطح الجلد. على فكره البلازما بروتين دي بتبدا تشفط معاها فلويد وبتعمل حاجه اسمها بلستر، فبتلاقي اثناء الحروق بتلاقي فيه شويه تجمعات كده من ايه؟ من عارف اللي هو ايه؟ دوائر كده معبيه ميه اسمها بلسترز. ايا كان الموضوع، الحرق بيعمل لك دامج او لوس في البلازما بروتين. نقص البلازما بروتين دي بتقلل لك في الاخر، البلازما بروتين المفروض بتزود الاوزماتيك بريشر الموجود في البلاد فيزل دي، فبالتالي بتزود لك كميه الدم اللي موجود في البلاد فيزل. لو نقص البلازما بروتين او راح بعيد يعني، الدم اللي ماشي في البلاد فيزل دي هيقل، فيدخلك في حاجه اسمها هايبو فوليميك او اوليجيميك شوك، تمام؟ مفهوم ان شاء الله. احنا كده خلصنا الاسباب بتاعه الاوليجيميك شوك، اتفقنا ان ممكن يكون في نقص في البلاد، ممكن يكون اسبابه انتي بارتم هيموريدج او بوست بارتم هيموريدج، ممكن يكون بيبقى نقص في الفلويد بسبب الهايبر ايميسيس جرافيدورم، واخيرا ممكن يكون نقص في البلازما بسبب الايه؟ الحروق.
تمام. النوع الثاني معانا هو اسهل من الاولاني، وهي حاجه اسمها كارديوجينيك شوك. كارديوجينيك شوك يعني ما فيش كاردياك اوت بوت، او الكاردياك اوت بوت قليل، او المقدره بتاعه القلب انه يضخ الدم اقل من الطبيعي. اشهر سبب ليها حاجه اسمها هارت فيلير، منطقيه جدا. ادي دي الليفت اتريوم، ودي الليفت فينتريكل، تمام، ودي الاورطه. دلوقتي في مشكله في القلب ده، القلب ده في دم اهو مش عارف يخرجه، مش عارف يخرجه ليه؟ اصل عنده فيلير، العضلات حصل فيها فيلير. اي سبب ممكن يدخلك في هارت فيلير يخلي القلب مش عارف يضخ الدم، بنقول عليه هارت فيلير، ممكن يدخلك بعد كده في كارديوجينيك شوك. ده السبب الاولاني. السبب الثاني هو حاجه اسمها بلمونري امبوليزم، هشرحه لك على رسمه المره الجايه كمان سلايد، بس عايزك تبقى عارف ان انت عندك المشكله في الاساسيه. يعني بلمونري امبوليزم مش هيدخلك دايركت في كارديوجينيك شوك، هو بيدخلك اندايركت عن طريق ان هو بيقلل الليفت فنتريكولار فيلنج، بيقلل كميه الدم اللي راحه للليفت فنتريكل، قلل كميه الدم اللي موجوده هنا، فبالتالي مفيش دم عشان يتضخ اصلا. تمام، اشرح لك الرسمه كمان شويه. في الحالتين دول بيكون عندك نقص في الكارديوك اوت. تمام، تعالى كده نلعب لعبه سريعه بحيث ان احنا نشوف انت فاكر معايا الكلام ولا لا. هتقول لك الصوره وانت هتحاول تشوف تفتكر السبب ده كان تبع ايه. اللي قدامك ده اللي هو ايه؟ اللي قدامك دي البلاسينتا بريفيا. البلاسينتا بريفيا بتكون فيها البلاسينتا موجوده تحت في اللور سيجمنت بتاعت اليوترس، ممكن بعد كده تدخلك تعمل لك بليدنج. البليدنج ده من ضمن الاسباب بتاعت الايه؟ اسباب الانتي بارتم هيموريدج. اديك شايف هو الطفل موجود جوه لسه ما نزلش. ايه المنظر اللي قدامك ده؟ المنظر اللي قدامك ده بتاع البلاسينتال ابربشن او استيباريشن بتاع البلاسينتا. البلاسينتا فصلت، في شويه دم او هيماتوما اتكونت وبدات تعمل ايه؟ بدات تنزل. الكلام ده بيحصل اثناء ما العيل موجود، فده من ضمن الاسباب بتاعت الانتي بارتم هيموريدج. السبب الثالث الفازوبريفيا، بيكون في البلاسينتا قدامك اهي بس بيكون فيها الامبليكال كورد تحت دماغ العيل، او تحت دماغ العيل، فدماغ العيل ممكن يضغط على الامبليكال كورد وممكن بعد كده تدخلك في بليدنج. الموضوع ده بقول عليها حاجه اسمها فازا بريفيا. الموضوع ده من ضمن اسباب الايه؟ الانتي بارتم هيموريدج. تمام، المنظر قدامك ده بيمثل ايه؟ لو انت مش متخيل، فده الحوض وده اليوترس، وادي الطفل ايه؟ ادى شلوت لليوترس ففرقع اليوترس، فانت عندك حاجه اسمها يوتراين رابشر. الموضوع ده بيدخلك اكتر في، بيحصل اكتر بعد الولاده يعني، مش اثناء الحمل بس، ممكن يحصل الاثنين عادي جدا. المنظر قدامك ده اللي كنت عمال اكلمك عليه ده الريتيند بلاسينتا. ادي البلاسينتا اهو، البلاسينتا ريتيند جوه اليوترس، محبوسه جوه اليوترس. بعد شويه العيل ده بينزل والبلاسينتا بتفضل موجوده. الموضوع ده بيحصل بسبب حاجه اسمها اكريتا او انكريتا او بيركريتا، على حسب بالظبط البلاسينتا دي مغروزه في اي طبقه، سواء كانت الطبقه بتاعت السيروزا او الميمتريم او الايه؟ الطبقه اللي في النص بتاعت الديستيوا فيزاريس. مش موضوعنا الكلام ده كله، بس يبقى عارف ان في حاجه اسمها ريتيند بلاسينتا بتعمل لك بوست بارتم هيمورج بعد ما الطفل ده يبدا ينزل. تمام، المنظر قدامك ده بتاع الايه؟ المفروض دي ست حامل. تمام، فده عندها بترجع، فعندها هايبر ايميسيس جرافيدارم، بتعمل لها نقص في الفلويد. كل الاسباب اللي فوق دي بتعمل لك نقص في الايه؟ في البلد، لوس اوف بلد. السبب الاخير المنظر اللي قدامك ده اكيد ده سهل جدا، ده الحروق اللي بتعمل لك نقص في البلازما. تمام، ده المنظر بتاع البلمونري امبوليزم. الحاله بتاعت البلمونري امبوليزم عشان لو جات لك كيس ولا حاجه، انت هيجي لك رقم واحد هيقول لك مثلا المريض ده عامل حادثه، فبالتالي او بلاش عامل حادثه، قاعد فتره طويله، الراجل ده بيقعد لفتره طويله مش بيمشي كتير يعني، شخص غير رياضي، فبالتالي الدم الموجود في الفين ده كده مش بيطلع جامد، محبوس تحت، فبالتالي بيبدا يحصل له جلطات، بيحصل له حاجه اسمها دي في تي. تمام، لانه مش بيتحرك كتير، الراجل النشاط بتاعه قليل، سواء كان مثلا عامل عمليه او ايا كان. المهم يعني بعد شويه الجلطه دي بتبدا تطلع لفوق، تطلع لفوق، تطلع لفوق، بتعمل لها حاجه اسمها امبوليزم، 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 لحد ما توصل لحد البلمونري ارتري، تبدا تخش في البلمونري البلمونري فيزل وتبدا ايه؟ تسدها. دي بلمونري، سد اهي، سد اهي. تمام، مشكله الكلام ده بالشوك، مشكلته ان هو لو البلمونري امبوليزم دي كبيره جدا زي المنظر اللي قدامك ده كله، هتخلي الفيلنج، هتخلي الدم اللي موجود ده. مشكله البلمونري امبوليزم دي، مشكله البلمونري امبوليزم دي لو هي كبيره بالمنظر اللي قدامك ده كله، فهتخلي الدم اللي موجود هنا ده مش عارف يوصل، يعدي البلمونري ارتري ومنه يوصل لحد اللنج ويحصل له فلتريشن ويرجع يوصل لحد الليفت سايد. لا، الكلام ده كله مش هيحصل، ده في امبوليزم كبيره جدا سد الموضوع ده كله، في امبوليزم سد الموضوع ده كله، فبالتالي الدم موجود هنا في الايه؟ في الفينا سيستم، يبدا يتراكم في الفينا سيستم، يتراكم في الفينا سيستم، يتعبى في جسم العيان في اللور ليمب، بيحصل له اللور ليمب اديما. الدم مش بيبدا يرجع للليفت سايد بتاع الهارت، مفيش دم هنا. تمام، مفيش ليفت فنتريكولار فيلنج، فده بيحصل بسبب البلمونري امبوليزم في الحالات السيفير ابو. تمام، ودي حاجه مش دايركت ريليشن، دي حاجه اندايركت. يبقى تاني، انت عندك الكارديوجينيك شوك بتحصل بسبب مشكلتين، المشكله الاساسيه هارت فيلير، او المشكله الثانيه بيكون في بلمونري امبوليزم عامله مشكله في الليفت فنتريكولار فيلنج، مش مخليه الدم يوصل لحد الليفت فنتريكل. تمام. النوع الثالث هو حاجه اسمها سيبتيك شوك. سيبتيك شوك هي انفكشن بتحصل اثناء الحمل. تمام، اي افتكر في المنهج كده بتاعك اي سبب يخطر على بالك في انفكشن اكتبه، فان شاء الله يطلع صح يعني.
وكتب لك عندك في الكتاب اي بي سي ابورشن يورينفرايتس بيربرال سيبسيس والسي الكوريا مينوي. نيجي الاسباب المكتوبه، تعالى كده نفتكرهم بسرعه. سيبتيك ابورشن بيكون فيه اجهاض بس مصاحب ليه انفكشن، فانت مش مجرد اجهاض كده وعادي، لا هو العيل بينزل لوحده، ده احيانا بيحصل بعد ما العيل، ممكن يحصل العيل يموت جوه، الطفل ميت جوه تمام، وعلى الطفل اللي ميت ده ممكن يضيف شويه بكتيريا عليه، فبتعملها حاجه اسمها سيبتيك ابورشن. طبعا الموضوع ده خطير جدا، الموضوع زي الزفت، سواء ان العيل بيكون حصل له ابورشن او بيكون حصل سيبسيس فوقيه، فالموضوع ده بيدخلك بعد كده في ايه، في شوك. ما تنساش ان المشكله الاساسيه في السيبتيك شوك بسبب ان البكتيريا مع الاميون سيستم بتبدا تطلع ميديتور، والميديتور دي بتعمل فازو دايليتيشن. الفازو دايليتيشن ده بيوسع البلاد فيزل جامد جدا، فلما البلاد فيزل دي بتبدا توسع بيقل البرفيوجن او بيقل كميه الدم اللي هتوصل في الاورجان في الاخر دي او هتوصل للتيشو، فدي بتدخلك بعد كده في شوك. السبب الثاني عندك في الكتاب حاجه اسمها اكيوت بايلونيفرايتس. البايلونيفرايتس او الكيدني انفكشن او اليو تي اي مشهوره جدا 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 في الحوامل. ليه؟ بسبب ان اليوترس بيبقى مضغوط عليه او بيبقى ضاغط على اليوتر. خلي بالك برضو كلمه بايلونيفرايتس بيبقى مشكله في ادي الكيدني، ادي الكيدني، الكيدني دي نفرايتس، وبيكون مشكله معاها كمان في الرينال بلفيس، الرينال بلفيس اللي هي المنطقه دي كده تمام، ودي اليوريتر. فانت عندك بايرو نفرايتس، يعني مشكله في الرينال بلفيس وكمان مشكله في الكيدني تمام. بيربرال سيبسيس او حمى النفاس او انفكشن بيحصل للست بعد ما تولد الطفل، مش بيحصل كده من غير اي سبب، بقى ليه اسباب. مثلا من ضمن الاسباب بتاعته الولاده دي لو هي طويله، كل ما تكون الولادة دي أطول، كل ما تزيد فرصة إن الست دي تخش في بيربرال سيبسيس. أي مشكلة بقى حصلت للست أثناء الولادة دي طولت عملية الولادة تمام، فبالتالي بتخلي سهل دخول البكتيريا جوه اليوترس ده، فبالتالي بتعمل لك إيه؟ بتعمل لك انفكشن. ممكن كمان مالتيبل اكزامينشن، بسبب ما الست دي عندها مشكلة فكل شوية الدكتور يعمل لها اكزامينشن. أنت لما بتعمل اكزامينشن أنت ممكن تعمل التكنيك بيكون غلط، فتعمل انتروديوس للبكتيريا جوه اليوترس ده فتدخلك في بيربرال سيبسيس تمام. السبب الرابع معانا هي كوريو امينيتس، هي التهاب او انفلاميشن موجود في الكوريون والامين انيون اللي بيحوطوا الايه، بيحوطوا الجنين تمام. كل ده برضو مواضيع لوحدها ان شاء الله هتدرسوها بالتفصيل. يبقى تاني السيبتيك شوك بتحصل بسبب ايه؟ اي بي سي ابورشن بايلونيفرايتس بيربرال سيبسيس وكوريو امينيتس. النوع الرابع معانا هي حاجه اسمها نيوروجينيك شوك. نيوروجينيك شوك زي ما قلت لك كده ان بيكون عندك مشكله في السمباثيك، سمباثيك ديس فانكشن او انكريز في الباراسمباثيك اكتيفيتي. اي حاجه تعمل دامج للسمباثيك، سواء ان الراجل ده عمل حاسه مثلا ففقد جزء او حصل فيه دامج لجزء من السمباثيك فايبر، او لسبب ما اي سبب زود الباراسمباثيك، كل الكلام ده في الاخر بيدخل الطفل ده او مش الطفل، الست الحامل دي في حاله من الفاز دايتيشن، بيدخلك بعد كده في سيبتيك شوك. المثال اللي موجود عندك في الكتاب او السبب موجود عندك في الكتاب، قال لك ان ممكن بسبب البينفول كونديشن، الوجع الشديد جدا عند الست الحامل ده، الوجع الشديد ده بيعمل استيميوليشن للباراسمباثيك سيستم او بيزود الفيجال تون، يعني بيدخلك في حاجه اسمها فازو فيجال اتاك. كل الكلام ده في الاخر هيعمل ايه؟ هيعمل فازو دايليتيشن، هيدخلك بعد كده في شوك تمام. على فكره احنا علاج الموضوع ده كله انك بتدي حاجه تنهبت الباراسمباثيك او بتستيميوليت السمباثيك سيستم تمام، اللي هو الاتروبين، دي من ضمن التكنيك اللي احنا بنستخدمها في العلاج يعني تمام. لعبه كده سريعه، تعالى نفتكر ايه هي الاسباب دي. دي الاسباب الخاصه بايه؟ باني نوع من الشوك، افتكرت دي الاسباب الخاصه بتاعه السيبتيك شوك، تقدر تفتكرهم كده. النوع الاولاني ده عيل مات جوه اليوترس، فحصل له ابورشن، فبعد كده شويه حصل فيه بكتيريا فحصل له سيبتيك ابورشن، ده النوع الاولاني. النوع الثاني او السبب الثاني البايلونيفرايتس، مشكله في الكدني نفرايتس ومعاها كمان مشكله في الرينال بلفيس، اكيوت بايلونيفرايتس. قلت لك بسبب ان المشكله اليوترس، معلش كده يوترس موجود ضاغط على اليوريتر، فلما بيحصل ضغط على اليوريتر اللي هنا ده اليورين بيبدا يتحبس فوق، فبيكون وسط مناسب ان البكتيريا تبدا تتراكم فيه فتدخلك في انفكشن او بايلونيفرايتس. عشان كده اليو تي اي مشهور جدا مع ستات الحوامل، عشان هم بيبقوا حوامل. المنظر قدامك ده بتاع البيربرال سيبسيس، بتكون العيل نزل خلاص ما فيش مشكله، بس بعد الولاده بتكون بعد اليوترس ده متبهدل انفكشن، متبهدل انفكشن، متبهدل انفكشن لاسباب كتيره زي ما قلت لك كده، من ضمنها مثلا انك بتفضل تعمل اكزاميشن للست كل شويه، فبتدخل مثلا الانسترومنت مش متعقمك كويس فبتبوظ الدنيا، او الولاده دي كانت عمليه طويله، فانت اثناء الولاده دي بيكون بيحصل في سيرفكس دايليتيشن، من الاخر كده اليوترس بتاع الست ده فتح على الشارع، فاي حاجه بتبدا تخش واي حاجه بتبدا تخرج، فدخل شويه انفكشن وخرج ايه، شويه اطفال تمام. المنظر قدامك ده بتاع، افتكر كده معايا، الامنيون ده الطبقه الداخليه، الكوريون دي طبقه خارجيه شويه، فممكن يحصل انفكشن في الامنيون او ممكن يحصل انفكشن في الكوريون، الكلام ده كله في الاخر بيدخلك في تمام. الكومبليكيشن اوف اني تايبس اوف شوك، كل الشوك دي بتدخلك في ايه في الاخر؟ دخلك في كومبليكيشن. ايه هي بقى الكومبليكيشن دي؟ هما تقريبا كاتب لك 6 عناوين وست حاجات اسهل من بعض، يعني فكر فيها كده معايا. دلوقتي احنا بنتكلم مثلا على حاجه زي الهايبوفيدميك شوك. الهايبوفيدميك شوك دي في نقص في الفلويد، الفلويد ده جواه ايه؟ جواه الكترولايت، فالالكترولايت بتاعت الست دي هتبوظ، فيحصل لها الكترولايت امبالانس.
تفقد صوديوم كتير اكتر من الطبيعي، تفقد الكترونيات كتير مهمه مش موضوعنا، اهم حاجه بيحصل الكترونيات امبالانس. تمام، كمان بيحصل ميتابوليك اسيدوز. ليه بيحصل ميتابوليك اسيدوز؟ بسبب ان انت عندك نقص في التيشو بيرفيوجن، التيشو دي مش وصل لها دم كفايه، مفيش دم مفيش اكسجين، فبنخش في حاجه اسمها ايه؟ انيروبيك جلايكوليسيس، او تنفس لا هوائي. تنفس لا هوائي بيطلع لاكتيك اسيد، فاكيوميشن اللاكتيك اسيد ده بيدخلك بعد كده في ايه؟ في ميتابوليك اسيدوز. تمام، السبب الثاني او النوع الثاني او الكومبليكيشن الثانيه يعني او الثالثه بقى الدي اي سي. الدي اي سي ممكن تحصل ككوز او ممكن تحصل ككومبليكيشن. ككوز ليه؟ خلي بالك الفكره ان الدي اي سي دي اسمها ديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجيليشن، يعني لو في بلاد فيزل كده والراجل ده عنده دي اي سي، فالراجل ده عنده كواجيليشن كتير، عنده جلطات كتير. الجلطات دي بتقلل الايه؟ بتقلل التشو بيرفيوجن، الدم اللي هيوصل ده مش هيوصل بنفس الكميه للاورجن ده، نفترض ان الكليه، ف تمام بيقل البرفيوجن للاورجن ده. لا ده انا بقول لك يعني ازاي ممكن تكون الدي اي سي تبقى كوز للشوك، بس احنا هناخد الجي اي سي كنتيجه للشوك. يعني ايه نتيجه للشوك؟ ما هو اللي حصل في الشوك دي هنا بقى عشان تعملها كنتيجه وتفهمها كنتيجه، اعمل العكس بالظبط. دلوقتي انت عندك بلاد فيزل، البلاد فيزل ده حصل فيه انجري، تمام، فحصل فيه بليدنج، مع البليدنج الكتير ده بدا يحصل استهلاك للكلوتينج فاكتور، فبالتالي بدا يزيد الايه؟ يزيد استهلاك الكلوتينج فاكتور، فحصل دي اي سي كنتيجه للبليدنج او نتيجه للشوك اللي حصلت دي. ده اللي ايه؟ الكوميونيكيشن الثالثه او الثانيه. الكوميونيكيشن الرابعه معانا هي البلمونري اديما. خلينا نقول الثالثه بقى عشان انا متلخبط من الموضوع ده. الكوميونيكيشن الثالثه معانا هي البلمونري اديما. البلمونري اديما بتحصل مينلي بسبب الكارديوجينيك شوك. تعال كده نفتكر الكلام، ادي دي الليفت اتريوم ودي الليفت فنتريكل ودي الاورطه، تمام. تمام، عندك هارت فيلير، الهارت ده او الفنتريكل دي مش عارفه تعمل كونتراكشن، فبالتالي الدم اللي موجود ده هنا ده هنا اهو، المفروض ان هو كان يتنقل ويعدي في الاورطه ويوصل لبقيه الجسم. لا، الموضوع ده مش عارف يحصل، فالدم ده موجود متراكم، موجود دلوقتي هيبدا الدم ده يطلع لل ليفت اتريوم، ومنه يبدا يوصل لحد اللونج، يوصل لحد اللونج يبدا يعمل لك ايه؟ يتعبى في اللونج كده، بيعمل لك حاجه اسمها بالمونري اديما. طبعا بيجي لك باعراض، الراجل ده مش قادر ياخد نفسه ومش قادر ينام على بطنه، ينام على ظهره معلش، مش قادر يتنفس كويس، فبيجي لك باعراض اسمها بالمونري اديما. تمام، دي مين اللي مع الكارديوجينيك شوك. النوع الرابع رينال فيلير. ببساطه شديده جدا انت عندك نقص في تيشو برفيوجن، مفيش دم هيوصل للكليه، فبالتالي بيحصل دامج للخلايا بتاعت الكدني، فبيحصل حاجه اسمها رينال فيلير. على فكره خدنا الكلام ده بالظبط في الاطفال بنفس الميكانيزم اللي انتم فاكرين، زي ما قلت لكم ان بيحصل نقص في البلاستا بلاي اللي وصل للخلايا بتاعت الكدني، فالخلايا بتاعت الكدني دي تبدا تموت، الخلايا بتاعت الكدني بدات تموت، تبدا تتراكم وتبدا تقع وتبدا تسد القناه بتاعت الايه؟ التبيول اللي موجوده قدامك دي. ايه المشكله لما تسد التبيول؟ لا، في مشكله كبيره جدا، الدم بدل ما هو كان ماشي بيحصل له فلتريشن ويبدا ينزل كيورين، يعني ما بقاش الكلام ده بيحصل، بدا يحصل كدني فيلير، الكدني مش قادر تخرج اليورين ده. تمام، ده بيحصل بنقول عليه حاجه اسمها اكيوت كدني فيلير، ده اللي بيحصل في الشوك. النوع الخامس هو لو قل، لو قل البلود سبلاي اللي وصل للبرين، بيخش بعد كده في كوما ولوس اوف كونشسنس. يعني الكترويد بتبقى بايظه، ميتابوليك اسيدوز بسبب زياده اللاكتيك اسيد، دي اي سي، بالمونري اديما، رينال فيلير، واخيرا كوما. بصمجه سريعه جدا، ريد كاب لو انت عايز تحفظ، الار رينال فيلير، الاي الكترويد بتبقى بايظه، الدي دي اي سي، السي كوما، الاي اسيدوزيس، والبي الاخيره بالمونري امبوليزم. تمام، تعالى بقى نتكلم على كلينيكال بيكشر او الاعراض بتاعت كل نوع من الشوك. بص، هو في الاغلب تقريبا كلهم شبه بعض، بس هتلاقي كل واحده كده بتطلع لك بحاجه مميزه، هي دي اللي انت اول ما تشوفها في الكيس تختار على طول النوع الشوك المناسب تبع الحاجه المميزه دي. انت عندك اربع انواع: الجيميك، كارديوجينيك، سيبتيك، نيوروجينيك. اللي مكتوب قدامك دي الفايتال ساين، الفايتال ساين اللي هي البالس، ريسبيراتوري ريت، البلاد بريشر، والتمبريتشر. بيكلمك اول حاجه عن البالس، تعالى كده نتكلم بصفه عامه عن الكل. البالس او الهارت ريت، معدل ضربات القلب، هتلاقيه في كله تقريبا بيزيد. ليه في كله بيزيد؟ فكر فيها كده، احنا بنتكلم على الايوجيميك شوك، تمام، ده بلود فيزل، البلود فيزل ده فيه بليدنج، فمفيش دم وصل للمنطقه دي بسبب البليدنج اللي حاصل، فالقلب بيحاول يعوض الموضوع ده عن طريق ان هو يزود ضربات القلب، بيزود البالس، تمام. ده بالنسبه للايه؟ للايوجيميك. طب في الكارديوجينيك، الكارديوجينيك نفس الفكره بالظبط تماما، القلب ضعيف فمش قادر يضخ الدم بكميه كفايه عشان يوصل الدم للاورجن، فعندك تيشو هايبو بيرفيوجن، القلب بيحس بالموضوع ده بيحاول يعوض الضعف بتاعه ده، ضعف الكونتراكتيليتي، عن طريق انه يزود المعدل بتاع ضربات القلب، بيزود البالس او بيزود الهارت ريت بتاعه. ده بالنسبه للكارديوجينيك. في السيبتيك نفس الكلام، لما بيحصل فاز دايليتيشن الكميه، او لما بيحصل فاز دايليتيشن كميه الدم اللي هتوصل للاورجن هتبقى قليله، فنفس الكلام القلب بيحس بالموضوع ده فيزود البلس عشان يعوض الموضوع ده. طب ليه مش بيحصل نفس الكلام في النيوروجينيك؟ بتلاقي ان البلس قليل. ما هو بص، شفت الموضوع بتاع اللي انا عمال اقول ده، ان هو بيزود البلس، بيزود البلس، بيزود البلس. ازاي بقى بيزود الموضوع ده؟ عن طريق ان هو بيشغل السمباثيتك سيستم.
يزود الاكتيفيشن بتاع السمباثيتك سيستم، هو المسؤول عن ان هو يزود البلس. طب ما اصلا في نيوروجينيك شوك انت عندك في مشكله في السمباثيتك وفي زياده في الباراسمباثيتك، فالموضوع ده او الميكانيزم اللي انا بشرح فيها دي مش بتحصل اصلا. فعشان كده في النيوروجينيك شوك مفيش تشغيل السمباثيتك، فمفيش زياده في البلس. ده بالنسبه لاول نقطه بتاعت البلس. طب بالنسبه للريسبيراتوري ريت، في الريسبيراتوري ريت لو بصيت على كله هتلاقيها في كله بتزيد، ودي منطقيه جدا جدا جدا. نفس الكلام انت عندك الاورجان مش وصل لها اكسجين كفايه، هو مش وصل لها دم كفايه، فالرئه او اللونج بتاعتنا عماله تحاول تتنفس بسرعه بحيث انها ايه تسرع الموضوع. معدل الريسبيراتوري ريت الطبيعي تقريبا النورمال 20، تمام؟ اعلى من كده بيكون اكتر من 20. البولس نفس الكلام، النورمال بتاعنا بيكون 70 تقريبا في الدقيقه، اعلى من كده بتكون ايه بتكون عالية، تمام؟ دي اول نقطتين بالنسبه للبلس والريسبيراتوري. طب تالت نقطه بتاعت البلاد بريشر برضه سهله، الموضوع بسيط. في الجيميك شوك انت عندك نزيف، ففي دم بدل ما كان موجود 5 لتر وعاملين ضغط عالي وعاملين ضغط عالي، لا بقى موجود 3 لتر، احنا خسرنا منهم 2 لتر مثلا والضغط قل، فده بيقلل الضغط. نفس الكلام في الكارديوجينيك شوك، بدل ما كان في قلب بيضخ 5 لتر، القلب بقى يضخ 3 لتر، فالضغط بتاع الدم اللي موجود في البلاد فيسل قل، فبالتالي في الكارديوجينيك شوك الضغط بيكون قل. ده كلام منطقي جدا. نفس الكلام في السيبتك والنيوروجينيك شوك، بسبب الميديتور اللي بتحصل بتطلع بسبب الانفكشن او الميديتور اللي بتحصل بسبب الاكتيفيشن الباراسمباثيك، الاثنين دول بيطلع بيعملوا في الاخر فاز دايليتيشن او فاز دايليتيشن، فبالتالي الضغط بيبدا ايه؟ بيبدا يوطى زي الماسوره بتاعت الخرطوم، لما تبدا تضيقها بتلاقي ان الميه بتندفع منها عشان الضغط بيكون عالي، وانت ضيقتها عملت لها فاز كونستريكشن، لكن لو وسعتها جامد هتلاقي الايه؟ الضغط وطي فيها والماسوره بدات تريح منك والميه تمشي فيها بالراحه. تمام. بالنسبه للتمبريتشر نفس الكلام منطقي جدا، انت على حسب كميه الدم اللي ماشيه في البلاد فيزل فالتمبريتشر هتزيد او هتقل. خلي بالك انا بتكلم على كور تمبريتشر، درجه الحراره بتاعت الجسم من جوه اللي احنا عليها في الطبيعي تقريبا 37. فهنا في الاولوجيميك شوك انت عندك نزيف، فعندك نقص في الدم، فبالتالي الدم ناقص فالتمبريتشر بيكون ناقص. نفس الكلام في الكارديوجينيك شوك، القلب مش عارف يضخ دم في البلاد فيزل، فالبلاد فيزل مش وصل لها دم كفايه، فبالتالي التمبريتشر وقع. النوع الثالث معانا السيبتيك شوك، تعالى نتكلم عن درجه الحراره. لو انت واخد بالك كده انا معلم عليها بالوصف لانها حاجه مميزه، درجه الحراره بتكون عاليه. هل ده طبيعي؟ طبيعي لسببين. اول حاجه انك عندك رقم واحد في فازو دايليتيشن في البلاد فيزل، البلاد فيزل واسعه، الدم اللي موجود فيها موجود دم بكميه كبيره، فبالتالي بيزود الكور تمبريتشر. ده السبب الاولاني ومش ده السبب الاهم. السبب الاهم بالنسبه لنا هو الانفكشن او البايروجينز اللي بتطلع بسبب البكتيريا دي، بسبب الانفلاميشن والكلام ده كله، كل الحاجات دي الانفلاميشن والميتوتور دي بتساهم بعد كده في ارتفاع درجه الحراره. الموضوع بسيط جدا، احنا لو بيكون عندنا التهاب بنكون جسمنا سخن، فده بالظبط نفس اللي بيتكلم اللي بيحصل ده بسبب البايروجينز اللي بتطلع في الموضوع ده. النيوروجينيك شوك بتكون درجه الحراره قليله، مش عارف دي منطقيه بالنسبه لك ولا لا، بس هي مش منطقيه خالص لو انت فكرت في كده بالتفكير الطبيعي. طبيعي انك عندك فازو دايليتيشن، فبالتالي المفروض المنطق بيقول انك عندك زياده في التمبريتشر، بس مش ده اللي بيحصل. التمبريتشر هنا بتكون واقعه. انا لسه فاهمها لك انت، عشان اللي بيتحكم في موضوع التمبريتشر ده هي حاجه اسمها هيت ريجوليتوري سنتر، والموضوع ده موجود في البرين. فرقم واحد انك عندك في مشكله في السنتر ده، تمام؟ بسبب انك عندك مشكله اصلا في السمباثيتك فايبر. تعال اقربها لك شويه دلوقتي، يعني مش عارف انت جربت تتخانق او لا او تتعصب او اي حاجه، انت بتلاقي جسمك سخن، تمام؟ بسبب انك بيحصل اكتيفيشن للسمباثيتك نيرفس سيستم، فبالتالي درجه حرارتك بتحس انها بتعلى. انما هنا بقى انت بيبقى عندك اصلا مشكله في السمباثيتك سيستم، فبالتالي انت جسمك مش عارف يرفع درجه الحراره بتاعتك، فالاحساس بتاع درجه الحراره ده مش بيوصل لجسمك، فدرجه حرارتك بتكون واطيه. اتمنى تكون وصلت لك، لو ما وصلكش فهي حته يعني مش سهله شويه، بس خلي بالك منها ان التمبريتشر في النيوروجينيك شوك بتبقى قليله. تمام. اخر نقطه وهي خاصه بالاوليجيميك شوك والكارديونيك شوك، ودي برضو سهله دلوقتي، وعايز يقول لك ان الاوليجيميك شوك بتكون فيها فلات نيك فين، في الكارديوجينيك شوك بيكون فيها كونجستد نيك فين. ممكن تكون فهمتها اصلا من غير ما اشرحها، بس انت عندك ببساطه جدا جدا في الكارديوجينيك شوك انت عندك في دم المفروض يتضخ ويوصل لحد الاورطه، تمام؟ هو الدم ده احنا مش عارفين نضخه، فبالتالي الدم بيفضل يرجع لحد ما يوصل لحد الفينا سيستم. فالفينا سيستم بتبقى متعبيه بدم احنا مش عارفين نوصله للاورطه وبقيه الجسم، فالفينا سيستم متعبيه بدم، فالدم بيبقى متعبي لدرجه ان يبدا يعملها حاجه اسمها كونجيشن في النيك فين. الموضوع ده يبقى مصاحب للكارديوجينيك شوك. في الاوليجيميك شوك لا، في الاوليجيميك شوك الموضوع مش كده خالص. الاوليجيميك شوك اصلا النيك فين ما فيهاش دم، ولا الارتيريال في ولا الارتري، مفيش دم اصلا، انت عندك نزيف، فالعيان النيك فين بتاعته بتبقى فاضيه خالص، او بنقول عليها حاجه اسمها فلات نيك فين. تمام. نقطه سهله جدا. يبقى تاني انا جمعتهم لك في الجدول على وسائل كده يكونوا اسهل بالنسبه لك، زي ما انت شايف كده كلهم شبه بعض، البلس عالي في كله ما عدا في النيوروجينيك شوك بتكون فيها البلس قليل. اتفقت معاك ليه بيحصل كده؟
لان المسؤول عن ارتفاع البولس ده اصلا السمباثيك نيرفوس سيستم، اللي هو اصلا بيكون فيه مشكله في النيوروجينيك شوك. كمان الريسبيراتوري ريت بيكون عالي في كله بسبب انه مش عارف يتنفس، فبنزود المعدل بتاعه عشان ياخد اكسجين اكتر. البلاد بريشر بيكون واطي في كله، لان في كل الاحوال بيكون فيها يا اما فاز دايلاتيشن يا اما بيكون فيها نزيف او بيكون فيها نقص في الدم اللي موجود في الفيزل. واخيرا التمبريتشر بتكون واقعه في كله، ما عدا في السيبتيك شوك بتكون فيها تمبريتشر عاليه بسبب الانفكشن والانفلاميشن والانفلاماتوري ميديتور والحاجات دي كلها اللي بترفع درجه الحراره. السلايد اللي جايه خاصه بالانفستيجيشن، وشويه كلام كده عبثي بصراحه، مش كلام مهم قوي. يعني مثلا بيقول لك ان عندك الاكسجين هيبقى قليل، والله ده معناها سهله يعني المشكله. انت لما تقيس البارشال اوكسجين بريشر هتلاقيه قليل. كمان عندك لاكتيك اسيدوزيس، فهتلاقي البي اتش عاليه بسبب اللاكتيك اسيد. ما هو انت عندك نقص في الاكسجين بسبب ان مفيش دم، فنقص الاكسجين ده هيخلي الجسم يلجا للتنفس اللا هوائي، فيزيد اللاكتيك اسيد فيدخلك في لاكتيك اسيدوزيس، فتلاقي تقيس البي اتش تلاقيها عاليه. كمان لما تقيس السيروم لاكتيك اسيد هتلاقيه عالي. كمان انت عندك من ضمن كومبليكيشن كانت دي اي سي، فانت بتعمل انفستيجيشن فور دي اي سي. عايز اقول لك يعني انفستيجيشن فور كومبليكيشن، سواء كانت دي اي سي او كمان رينال افكشن زي الرينال فيلير. يعني من ضمن مثلا الكلام انك عايز تحكم على الرينال فيلير، عايز تشوف مثلا اليورين او البوت بتاع العيان ده، العيان ده بيخرج يورين قد ايه، وعلى حسب اليورين اللي بيخرجه على حسب ما هو الكيدني بتاعته سليمه ولا لا. كمان برضه دي اي سي انت هتشوف تعمل تحليل للكواجريشن فاكتور، تشوف الكواجريشن فاكتور بتاعته عاليه ولا قليله. بصراحه السلايد سهله جدا ما عدا الجمله دي، increase البريشر بتاع البايكربونيت. وبصراحه انا معلوماتي اعتقد انها بيبقى قليله، تمام، في الميتابوليك اسيدوزيس اللي هو بيحصل في الحاله زي دي بتكون قليل، بس انا مش عارف بصراحه، مش فاهمها، ممكن اكون في حاجه واقع مني مش مجمعها بصراحه. وما سمعتش للاسف الريكورد بتاع دكتور عبد السلام، فمش عارف بصراحه، ممكن تساله فيها او مش عارف، مش عايز افتي. التريتمنت بصراحه برضو كلام عبيط جدا وكلام سهل جدا. بيقول لك احنا عندنا شويه جنرال لاين بنعملهم. اول حاجه بنكوركت اللوس. كوركت اللوس يعني لو في العيان ده فاقد دم صلح له الفقدان بتاع الدم ده، صلحه له يعني، وخصوصا مع الحاله بتاعه الهايبوفوليميك شوك. ادجوفنت ثيرابي شويه حاجه كده احنا بنعملها كمكملات للعلاج، مش حاجات اساسيه بس حاجات مهمه عشان فاهم نسرع الدنيا. سبيسيفيك تريتمنت على حسب النوع، كل نوع من الشوك بنعمل لها ايه. تمام، نبدا باول واحده وهي كوركشن للوس اللي موجوده. منطقي جدا، عندك هاي فوليوميك شوك، العيان ده فقد 2 لتر دم، اديله 2 لتر دم، الموضوع سهل جدا. طب ممكن تديله بدل الدم ممكن تديله فلويد. الفلويد ده ممكن ياخد صورتين، يا اما حاجه اسمها كريستالويد، ودي امثله للكريستالويد، حاجه اسمها سلاين، حاجه اسمها رينجر، حاجه اسمها لاكتيتد رينجر، او كولويد زي الالبيومين، زي الهيم جيل، زي الدكستران. يعني في حال لو انت مش عارف ايه الفرق بين الكريستالويد والكولويد، بالنسبه للار دي تفكرك بالرينجر والاس تفكرك بالسلاين. لو انت مش عارف الفرق بين الكريستالويد والكولويد، هو ببساطه جدا جدا دول المواد احنا بنستخدمها عشان نصلح نعالج الفلويد ديفيشنسي. الفرق ما بينهم ان الكريستالويد بتكون مواد صغيره، تمام، والكولويد بتكون مواد كبيره. الاثنين بنحطهم نحينهم في الدم، الاثنين بيتحنوا في الدم. الكولويد دي عشان مواد كبيره فمش مش قادره تعدي، توصل لحد الايه الانترستيشال سبيس، فهي مش بتقدر تعدي. عكس الكريستالويد بتكون صغيره فبتبدا قادره تعدي بسهوله جدا وتوصل للانترستيشال سبيس. الكريستالويد اقل في كل حاجه، يعني الايفكت بتاعها بيكون اقل، السعر بتاعها بيكون رخيص. دي ببدا استعملها في البدايه كعلاج انيشيال. عكس الكولويد مده العلاج بتاعتها بتكون اعلى، الايفكت الديوريشن ايفكت يعني بتكون اعلى، السعر بتاعها اغلى. في الاغلب بكون بستعملها لو الحاله سيفير شويه، او لو انا اوريدي استعملت كريستالويد وما ينفعش الموضوع ده، تمام. ده جدول لو حابب تبص عليه بيقارن ما بين الاثنين، بص عليه كده لو انت مهتم بالموضوع. النوع الثالث او الثاني معلش من العلاج، احنا قلنا اول حاجه كوركشن اللوس، سواء هنصلح البلاد لوس او نصلح الفلور لوس. النوع الثاني او البارت الثاني يعني اللي هو الادجوفنت ثيرابي، قسمنا في الكتاب بيقول لك 4 بي. اول حاجه تطمن ان هو بيتنت اير واي، ماشي مشكله. بوزيشننج، تخلي الدماغ لتحت، تخلي الدماغ لتحت بحيث الدم اللي موجود في الرجل ده يقوم راجع تاني للقلب بسهوله جدا، او يكون راجع للبرين بسهوله، تمام. فانت عايز توصل دم للبرين، دي حاجه. تاني حاجه، تالت حاجه بتعمل تاكد ان البيشنت ده از وورمد. عشان تعمل ايه؟ انت عايز تافويد الهايبوثيرميا. انا عمال اتكلم معاك، اتكلمت معاك ان تقريبا كل الانواع ما عدا النوع بتاع السيبتيك شوك العين بيكون فيه سخن، بيكون عنده هايبوثيرميا. الهايبوثيرميا طبعا ليها مشاكل كتير، فانت بتتجنب الموضوع ده عن طريق انك تدفي العيان ده. الدواء الرابع بيديك حاجه اسمها بيسيدين او بيسيدين تقريبا، مش عارف انت صح ولا لا. المهم يعني ده مسكن او انالجيسك او نوع من انواع الاوبيويد، يعني بتستخدمه عشان تعالج البين. انت خايف من البين في ايه؟ خايف من البين يدخلك في بازو فيجال اتاك، يدخلك في نيوروجينيك شوك، تمام. فانت بتستخدم الدواء ده. لو جيت تبص كده هتلاقي بيتنت اير واي، بوزيشننج بيكون دماغه لتحت، البيشنت بيكون وارمد، اند البيتيدين 4 بي، تمام. السبيسيفيك تريتمنت على حسب اي نوع بالظبط، سواء كان اولوجيميك سيبتيك
كارديوجينيك اند نيوروجينيك. كلام بسرعه سهل جدا. في الايجيميك شوك مثلا انت بتستخدم الكورتيزون وبتستخدم بلاد، تمام؟ احنا اوريدي عارفين ان احنا بنعوض الايجيميك شوك ببلاد، سواء كان بلاد ترانسفيوجن او فلويد ثيرابي، على حسب على حسب الحاله بتاعتنا عامله ازاي. ممكن نديله كورتيزون، الكورتيزون بيعمل فازو كونستريكشن وبيحبس الميه والصوديوم في الجسم، فبالتالي ده بيساعد في ان انت تحبس شويه فلويد وتزود الفلويد في جسمك يعني. في الحالات بتاعت السيبتيك بتديله انتي بايوتيك، انت عندك سيبتيك شوك فبتديله انتي بايوتيك عشان تعالج الانفكشن. في حالات الكارديوجينيك انت بتديله حاجات تزود الكونتراكتيليتي سواء كان ديجيتاليز او دوبامين. واخيرا في الحالات بتاعت النيوروجينيك انت عايز تدي حاجه تقفل الباراسمباثيك او تشغل السمباثيك فبتديله اتروبين. سريعا كده احنا نعتبر كده خلصت المحاضره، بس المعلومات زياده شويه عشان تفهم الديجيتاليز بيعمل بيزود الهارت كونتراكتيلتي ازاي. الديجيتاليز بيوصل للخلايا بتاعه الهارت ويقوم عامل في قناه كده مسؤوله عن انها تجيب الصوديوم تقوم مخرجه بره وتجيب البوتاسيوم تقوم مدخلاه جوه. الديجيتاليز بيقوم عامل ايه؟ بيقوم قافل القناه ده، فالصوديوم بيبقى جوه الخلايا كتير جدا جدا جدا، فالصوديوم ده بيبقى عايز يخرج، فبيخرج بطريقه ثانيه عن طريق قناه بتجيب الصوديوم تخرجه بره، بس في المقابل تدخل مكانه الكالسيوم. فكده الديجيتاليز الدواء اللي احنا استعملناه ده، وصلنا في الاخر لحاله اننا خلينا الخلايا بتاعت القلب مليانه بالكالسيوم. الكالسيوم ده بيعمل ايه؟ بيروح على المايوسايت الخلايا بتاعت عضلات القلب ويقوم مخليها تعمل كونتراكشن. فالديجيتاليز بيزود الكالسيوم في جوه العضلات فبيخليها تعمل كونتراكشن، فبالتالي ده بيزود الكونتراكتيليتي بتاعت الهارت. ده بالنسبه للديجيتاليز. بالنسبه للدوبامين، الدوبامين بيزود البيتا 1 ريسبتور، ودي المسؤوله عن الهارت، فليها علاقه بالايه؟ بالكونتراكتيليتي، بتزود الكونتراكتيليتي. ده بالنسبه للديجيتاليز والدوبامين. بالنسبه للاتروبين، الاتروبين زي ما قلت لك كده ان هو بيزود الافكت بتاع السمباثيك عن طريق ان هو بيزود الاستايل، معلش بيمنع الاستايل كولين، فبالتالي بيمنع معايا الباراسمباثيك، فبالتالي بيزود الافكت بتاع السمباثيك. انا دايما بتلخبط في الموضوع ده، بس بحاول افتكرها لنفسي بالبصمجه بتاعت الدكتور عبد المتعلم. كان بيقول لك ان الاتروبين من ضمن السايد افكت بتاعته ان هو بيعمل زغلوله ناشفه ضرب الجذع ابو سريع، فابو سريع دي المقصود بيها ايه؟ ان هو بيزود البولس ريت. فانا بستخدمه في الحالات بتاعت النيروجين الشوك اللي هو بيكون فيها البولس ريت عامل ازاي؟ بيكون فيها البولس ريت قليل. ليه بيكون قليل؟ لان السمباثيك بيكون واقع، تمام؟ فهو بيصلح لي الموضوع ده كله. يعني سريعا كده الجزء التريتمنت ده بالذات، قلنا ثلاث حاجات. اول حاجه هنصلح اللص، ثاني حاجه هندي شويه ادجوفنت ثيرابي اللي هم اللي رفعها بيه، والسبيسيفيك تريتمنت على حسب انا نوع من الشوك. الفلويد كوركشن اللص بنديله بلاد او بنديله فلويد، الفلويد ده ممكن يكون كريستالويد او كولويد. الادجوفنت ثيرابي 4 بي، سواء كان بيتنت اير واي البوزيشن بيكون دماغه لتحت، البيشنت بيكون بندفيه وبنديله بيتيدين عشان نعالج البين. واخيرا حسب التريتمنت بتاع كل شوك، في الحالات بتاعت الاولوجيميك او الهايبوفوليميك شوك بنديله كورتيزون، في الحالات السيبتيك بنديله انتي بايوتيك ودي منطقيه جدا، في الكارديوجينيك بنديله ديجيتاليز بتوبامين عشان نزود قوه القلب، تمام؟ وبالتالي نزود الكارديو او البوت، تمام؟ واخيرا بندي في الحالات بتاعت النيوروجينيك بنديله اتروبين عشان نشغل السمباثيك ونقلل الشغل بتاع الباراسمباثيك. بس يا سيدي احنا كده الحمد لله خلصنا المحاضره بتاعت الشوك. شويه ام سي كيو 6 اسئله، بص عليهم كده. السلام، عشان ننظر الإجابات دلوقتي، أنا مش هحلهم معاك، هحلهم دلوقتي. الإجابات قدامك أهي، بص عليها لو في حاجة فيها مشكلة. إن شاء الله أسئلة سهلة يعني، متقلقش. قبل ما نقفل تعالى كده نحاول ندي مراجعة سريعة على كل الكلام المهم في المحاضرة. اتفقنا إن الشوك معناه إن أديكويت تيشو برفيوجن، يعني مفيش برفيوجن أو مفيش دم ماشي في رايح للتشو. انواعها اوليجيميك شوك، كارديوجينيك شوك، كمان في عندك سيبتيك شوك، وكمان في عندك نيوروجينيك شوك. الاسباب بتاعه كل واحده فيها، اوليجيميك شوك قلنا مشكله في البلد، مشكله في الفلويد، مشكله في البلازما، مشكله في البلد سواء اثناء الولاده انتي بارتم او بوست بارتم بعد الولاده، مشكله في الفلويد قلنا اللي مكتوب عندك في الكتاب هي الهايبر ايمسيس جرافيدارم، والمشكله في البلازما اشهر حاجه ليها بتعمل لص في البلازما اللي هو الايه؟ الحروق. الكارديوجينيك شوك قلنا اهم حاجه الهارت فيلير، ممكن كمان يحصل بسبب حاجه اسمها بلمونري امبوليزم عن طريق اندايركت افكت. السيبتيك شوك قلنا ان بتحصل بسبب اي بي سي، ابورشن، بايلينيفرايتس، بيربرال سيبسيس، وكوريو امينيلايتس. النيوروجينيك شوك بتحصل بسبب انكريز في الفيجال تون، ما عندك في الكتاب ان هو حاصل بسبب بينفول كونديشن. الكومبليكيشن بتاعت الشوك ممكن يكون عندك مشكله في الالكترولايت، كمان بتبقى عندك ميتابوليك اسيدوزس بسبب اللاكتيك اسيد، ممكن يدخلك في دي اي سي، ممكن يدخلك في بالمونري اديما، وخصوصا مع النوع بتاع الكارديوجينيك شوك. ممكن كمان يدخلك في رينال فيلير وكوما لو في مشكله في الاكسجين والبلاس سبلاي للبرين. انا على الجنرال كلينيكال بيكتشر بتاعت الشوك ان في البلس بيكون عالي في كله ما عدا في النيوروجينيك شوك بيكون قليل بسبب الافكت بتاع السمباثيك اللي بيكون واقع. الريسبيراتوري ريت بيكون عالي في كله، الارتيريال بلود بريشر بيكون واطي في كله، التمبريتشر بتكون واطيه في كله ما عدا في السيبتيك شوك بتكون عاليه بسبب الاميون ميديتور والانفورميشن اللي بيبقى حاصل. كمان في الكارديوجينيك شوك بتكون الكارديون بيكون كونجستد نيك فين، عكس الاولوجينيك شوك بتكون فلات نيك فين. اتفقنا في الانفستيجيشن ان
الاكسجين بيكون قليل، بيبقى فيها اسيدوز، بيبقى معاك لاكت اسيدوز. كمان هنعمل شويه انفستيجيشن للدي اي سي والرينال افكشن. التريتمنت في بيعتمد على اول حاجه هتعمل كوريكشن للغوص عن طريق انك تدي له بلاد فلويد سواء كان ستيرويد او كولويد، وكمان هتدي له شويه ادجوفنت ثيرابي اللي هم الاربعه بي، وفي الاخير تدي له سبيسيفيك تريتمنت على حسب كل نوع من الشوك. زي مثلا في الاوجيميك شوك تدي له كورتيزون او تدي له بلاد، في ستيبتك شوك تدي له انتي بيوتيك، في الكارديولوجيك شوك هتدي له 2 دي الديجيتاليس والدوبامين، والنيروجينيك شوك هتدي له الاتروبين.